السلامة مدام. السلامة أختي. قدم لنا روحك. أمال من حي الانطلاقة. مرحبا بيك مدام أمال. شن في حياتك؟ والله مربية وليداتي في الدار. ربت بيت. ربت بيت في الدار، مانيش نخدم. الزوج يخدم وانت ربت بيت. الزوج يخدم وانا ما نخدمش. مدام خلينا نحكيو شوية على الصيف. اسكو التونسي يحضر ميزانية الصيف ولا للترفيه؟ والله اللي عنده يحضر ميزانية الصيف، واللي ما عندوش يعيش كل نهير بنهيره. فهمتني؟ اللي ما عندوش اختي هير نهز الاولاد نفرهدهم في البحر، نخرجوا نعملوا دوره كهو. مش نكذب عليكم نقول لك نحضر ميزانية الصيف، نحضر الدار الخلاعة، نحضر. ما قبل كنت تحضر ولا؟ والله ما نكذبش عليك، انا والميزانية، انا كانوا الاولاد صغار نحضر، اما بالنسبه لتوا لا. ساعات واحد راهو يحضر ميزانيه الصيف تجيه مشكله ولا اللطف حاجه، تجيه مشكله تمشي الكل فك المشكله هذيك، الفلوس الكل اللي لمها الميزانيه الصيف تمشي في المشكله هذه. معروفه تعمل حساب تلقى حساب اخر، تعمل حساب تلقى حساب اخر. صحيح صحيح. جينيرالمون وين يصيف في تونس؟ ما كل واحد وكيفاه، كل واحد وكيف يصيف. فما اللي يخرجوا، فما انا ما نكذبش عليك انا ما نخرجش من تونس. تقعد في تونس وين تصيف؟ والله الاولاد برا بنزرت، مره نمشيو العشويه الحلق الواد المرسى كهو. في بالك بالمعلومات الجديده ولا لا؟ 29 بحر في تونس ما يسمكش تعوم فيهم سناء. 29 بحر ومنهم حلق الواد اللي قلت لي عليه. حلق الواد اللي فيه القرش مانيش ماشيت له، مانيش ماشيه. فهمتيني؟ انا عندي بنيتي باش تعمل عمليه، ما نطفى عليها ان شاء الله ربي يشفيها. فهمتي؟ والله جيت على اساس عندي البنوته باش تعمل عمليه نحضر لها. لاباس. شبيها البنوته؟ البنوته عندها عامله 3 عمليات. نطفى عليها. عملت 3 عمليات، عندها كيس ديما يخرج وعاود نحوه وعاود يرجع في تحت عينيها، نحوه وعاود يرجع، نحوه وعاود يرجع. والله الحمد لله يا ربي، الحمد لله الحمد لله. بالنسبة نرجعوا لموضوع الصيف، الأجواء اختلفت بين قبل وتوا في الصيف ولا؟ بالطبيعة. قبل كيفاش كانت الأجواء؟ قبل كان صوم وتوا صوم. أسوأ من ناحية شنو؟ أسوأ من ناحية الخلاعة. فهمتيني؟ من ناحية الخلاعة قبل حتى بربعين خمسين مية ميتين تنجم تصيف. بالوقت الحالي توا ما نكذبش عليك، مليون وزوز ملايين وما يصيفش. توا المواطن ماذا به يوفر الضروريات، الاكل والشرب والانترنت والماء والضوء. بالطبيعة ماذا بيا انا دار ملك، اما باش ما نكذبش على روحي الراجل بركه يخدم، يعني دوب ودوب الاولاد يقراو وانا في الدار مربيت، نعمل شويه حلال شويه نواصر في الدار ونبيع. معناها قاعده تعمل في حاجه. قاعده نعمل توا. تبيع من توا ومن قبل انا. نعم. تعاون في زوجك؟ نعاون فيه بتبيع، نعاون فيه وحاجات ما يخلطش هو نكمل انا. والله انا توا جايه الوليد باش ندبر له ختيمه لهنا ان شاء الله. خدمه مازال صغير. يحب يخدم. قديش عمره؟ 16 سنة. 16 مازال يقرا؟ إي مازال يقرا. ويحب يدبر له خدمة في الصيف. يحب يخدم، فهمتيني؟ ما عندوش خلق برشا ويحب يخدم ويحب. يحب فلوس. يحب فلوس. باش يوفر الروح ولبسته لقرايته. فهمتيني؟ على ذاك. وين مشيتوا؟ معناها مشيتوا شفتوا حاجة ولا؟ والله مشيت وان شاء الله اليوم، ان شاء الله اليوم ربي سهل. اي ان شاء الله اليوم ربي سهل، انا رجعت انا وياه باش نشوفوا اليوم ان شاء الله ربي سهل. نرجعوا للموضوع. مدام انت قلت لي انت توا قاعده في الدار، انت اخترت انك تقعد في الدار تلبس صغار ولا زوجك فرض عليك انك تقعد؟ جوزي فرض عليا اللي انا نشد صغاري ونبقى في الدار. من اول ما عرست؟ لا، قبل كنت نخدم نخيط، نخدم في معمل نخيط
يعني معاونته في الكرا ومعاونته في برشا حاجات. فهمتي مع تو شرطت عليا اللي نشد ولادي ونبقى في الدار. وكي خدمت مدام قبل اثرت خدمتك على تربيتك لصغارك هكا؟ والله لا لا ما اثرتش. نعرف ما بين ميزه ما بين وقتي وما بين وقت ولادي. فهمتيني؟ لكن البنيه كي تعبت البنيه انا بقيت ما عادش نجم نخدم ديما خاطر ما لقيت شكون يهزها، ما لقيت شكون بحذاها في السبيطار، انا ديما بحذاها. قلت لي توا هذه ثالث عمليه. في عام؟ في عام. الحق معناها تنحي كيستي عاود يرجع لها، دونك شنو الحل؟ ما قال لك شيء طبيب؟ مازلنا نشوفوا ان شاء الله يا رب، ان شاء الله فما ان شاء الله نحن نقولوا شفاء بيد ربي. فما اسباب معناها خليت الكيست يطلع ولا؟ ما عندها حتى سبب، حتى كي هزوا تحاليلات لفرنسا ورجعوا قالت لي لاباس، ما عندها حتى مرض يا اخي. حاجه خفيفه يعني. الحمد لله. ما أثرتش على عينها؟ ما أثرتش على عينها الحمد لله. الحمد لله يا رب. موفرة مصاريف العلاج ولا لا؟ والله باش نكذب عليك، شوية منا وشوية منا ونهير تبدا ما عنديش، يعني نتلز باش ما نهزهاش. فهمتيني؟ وإحنا توا يعني كان الراجل يخدم. فهمتيني؟ يعني يخدم على عيلة كاملة. هو كل شيء في الدار. علاش ولدك حب يخرج يخدم؟ حب ولدي يخرج يخدم باش يعاون روحه ويعاون بابا. انت بيان سور وافقت رغم انه هو صغير 16 سنة ممنوع. انا ماذا بيا، ما حتى ابوه ما يحبش الخدمة وما يحبش، لكن هو افترض روحه يحب يلبس يحب يكون وحده. صحيح مازال بكري. مازال بكري عليه وتعرفي صغار تو، أو صاحبي يلبس أو صاحبي أنا ما عنديش، يعني أنا على ذاك. إن شاء الله ربي سهل. الحمد لله، المهم لقيتوا له خدمة. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. دونك شنو تحب مدام؟ شنو تتمنى في حياتك؟ أتمنى في حياتي اللي بنتي تبدا لاباس، اللي ذاتي بحذايا لاباس، ويبدو ناجحين وذاك اللي حاجتي. ونبدو في خير ونعمة، توانسة الكل، توانسة الكل في خير ونعمة. على كل يعطيك الصحة مدام، إن شاء الله ربي يشفيها. نخلي لك كلمة الختام. إن شاء الله عيدك مبروك وربي يفضلكم أنتوما وربي يفضل الشعب التونسي الكل.